السلام عليكم، مرحبا بكم في الحصة الثالثة التي ستتناول التمثيل المبياني. ثانيا كبيرة التمثيل المبياني لدالة عددية. أول النشاط نعتبر الدالة التآلفية F المعرفة ب F de X يساوي جوج X زائد واحد. إذا أولا أنشئ التمثيل المبياني للدالة F. ثانيا حدد النقط التالية تلك التي تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة F. النقطة نأخذ النقطة A ذات إحداثيات صفر واحد و B ذات الإحداثيات ناقص ثلاثة خمسة و C ذات الإحداثيات ناقص واحد على جوج صفر. الحل، أولا لدينا الدالة F عبارة عن دالة تآلفية، إذا تمثيلها المبياني هو مستقيم. نعلم أن من نقطتين مختلفتين يمر مستقيم واحد، إذا لتمثيلها يكفي أن نأخذ نقطتين نجدها صورة لنقطتين مختلفتين. لدينا F دالة تآلفية، إذن تمثيلها المبياني عبارة عن مستقيم D معادلته y تساوي جوج x زائد واحد. لدينا f لواحد تساوي ثلاثة، إذن النقطة N ذات إحداثيات واحد ثلاثة نقطة من D أو نقطة تنتمي إلى D، و F لإثنان تساوي خمسة، إذن النقطة
ام. اذا النقطة ام ممكن نكتب بهذا الترميز ام ذات الاحداثيات جوج خمسة تنتمي الى دي، وبالتالي انشاء هذه النقطتين يمكننا من انشاء دي. ننشئ المعلم. ننشئ المعلم، نحدد الوحدة. احترم التعامد. صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن قلنا صورة واحد هي ثلاثة، صورة واحد هي ثلاثة. إذن هذه النقطة N ذات الإحداثيات 1 3. ثم النقطة M لدينا صورة 2 هي 5. نقطة خمسة. إذن هذه النقطة M ذات الإحداثيات 3 5. إذن المستقيم دي كان ممكن ناخذ الصورة ديال الصفر اللي هي سالة هي واحد، عفوا إذا مستقيم دي، المستقيم الدي. السؤال الثاني، من بين النقاط نحدد التي تنتمي الى التمثيل المبياني للدالة التآلفية التي كما قلنا ان تمثيلها عبارة عن مستقيم. ثانيا
لدينا F ديال صفر تساوي واحد. إذن النقطة A ذات الإحداثيات صفر واحد تنتمي إلى التمثيل المبياني اللي هو عبارة عن مستقيم الضي. و F ديال ناقص ثلاثة تساوي F لناقص ثلاثة تساوي ناقص ثلاثة في اثنان هي ناقص ستة زائد واحد ناقص خمسة تساوي ناقص خمسة تخالف خمسة. إذن النقطة باي ذات الإحداثيات ناقص ثلاثة خمسة لا تنتمي إلى الدي. بما أن F ديال ناقص واحد على جوج تساوي جوج مضروبة في ناقص واحد على جوج زائد واحد تساوي صفر. إذن النقطة سي أو نقول إذن النقطة سي ذات الإحداثيات ناقص واحد على جوج صفر تنتمي إلى دي. قلنا بما أن F لناقص واحد على جوج هي صفر إذن لا يستحسن نقول فإن النقطة سي تنتمي إلى الدي. إذن هنا تنقول بأن التمثيل المبياني للدالة سي هو الدي. حنا نكتب دابا بصفة عامة تعريف ديال التمثيل المبياني. إذن كان أول النشاط، ثانيا تعريف المستوى منسوب إلى معلم أو إي جي. التمثيل المبياني للدالة F أو منحنى الدالة F هو مجموعة النقط M ذات الأفصول X وأرتبها هو صورة X بشرط حيث X ينتمي إلى D دو F. هنا هذا الشرط ضروري لأن إلا ما كانتش X في D دو F إذا كانت X لا تنتمي لD دو F ما يمكنش نحسبوا الصورة ديالتها. ونرمز له ب سي اف او نكتفي فقط بالسي لاكوب. وممكن ان نكتب سي اف بهذه الكتابه. سي اف ما هو؟ هو مجموعه النقاط ام اكس ايغريك حيث ام اكس ايغريك من مجموعه النقاط اكس ايغريك من المستوى حيث أن Y يساوي F دو X. الكتابة Y تساوي F دو X تسمى معادلة سأف. سأف هنا سأف بين قوسين إنه مجموعة من النقاط
غير منتهية. من بعد نشوفوا أمثلة ثالثا، أمثلة أنشئ التمثيل للدالة F في حالتين التاليتين. الحالة الأولى حالة ألف F دو X يساوي القيمة المطلقة لX. حالة باء F دو X يساوي القيمة المطلقة لX زائد قيمة المطلقة لX ناقص واحد. إذن أولا نكتب F بدون رمز القيمة المطلقة. ألف نكتب F بدون رمز القيمة المطلقة. لدينا F دو X، نعلم أن القيمة المطلقة ديال X، إذا F دو X تساوي، هناك حالتان، تساوي X إذا كان X أكبر من أو يساوي صفر، وتساوي ناقص X إذا كان X أصغر من أو يساوي صفر. إذا هذه الدالة عبارة على جزء من دالة تألفية بالنسبة لR زائد، هنا عبارة عن أيضا جزء من دالة تألفية معرفة على R ناقص. إذن لدينا F ديال صفر تساوي صفر، وإذن A ذات الإحداثيات أو النقطة O، إذن O ذات الإحداثيات صفر صفر تنتمي إلى CF، و F لواحد تساوي واحد. إذن النقطة A ذات الإحداثيات واحد واحد تنتمي إلى CF، و F لناقص واحد تساوي واحد. إذن النقطة B ذات الإحداثيات ناقص واحد واحد تنتمي إلى CF. إذن نرسم المعلم. إذن بعد إنشاء المعلم سننشئ CF. قلنا من هنا يتضح بأن CF عبارة على نصفي مستقيم، نصف مستقيم معرف على R زائد اليمين ديال الصفر، ونصف مستقيم آخر معرف على يسار الصفر. نصف مستقيم الأول أصله O ويمر من النقطة A ذات الإحداثيات واحد واحد. النقطة A ذات الإحداثيات واحد واحد. النقطة A ذات الإحداثيات واحد واحد. إذن هذه النقطة A ذات الإحداثيات نكتبها باللون المغير، نقطة A ذات الإحداثيات واحد واحد. ثم والله عندنا هنا ذو المعادلة، هذا نصف مستقيم ذو المعادلة X Y تساوي X مع X موجب، ثم نصف مستقيم الآخر الذي يمر من النقطة
من النقطة ب ذات الإحداثيات ناقص واحد واحد يعني هنا هنا هذا نفس المستقيم ديالو نفس المستقيم وهذا اللي ديالته y يساوي x نقدروا نكتبوا بحال هكا مع x اصغر من صفر هنا نقدروا نزيدوا x اكبر من او يساوي صفر اذا المنحنى الداله f عبارة عن اتحاد نصفي مستقيم أصلهما ما دامت الدالة F موجبة لا حاجة لنا بالمنطقة بالأرتيب السالبة إذن نمر إلى المثال الثاني F دو X ثانيا F دو X أو الحالة باء سميناها باء F دو X تساوي القيمة المطلقة لـ x زائد القيمة المطلقة لـ x زائد 1 إذن كالمثال السابق نتخلص أولا من رمز القيمة المطلقة إذن القيمة المطلقة هنا x زائد 1 تكون موجبة إذا وافقت إذا كان x زائد 1 موجب يعني x أكبر من ناقص 1 هنا هذه إذا كان x أكبر من 0 إذن ندير الجدول هنا ديالنا لأن هنا x يتغير قيمة المطلقة لـ x مباشرة هنا القيمة المطلقة لـ x زائد 1 ثم هنا f دو x ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية هنا x ينعدم في الصفر هنا هاد x زائد 1 تنعدم في ناقص 1 إذن هنا تساوي صفر هنا تنعدم إذن هنا x إذا كان x أكبر من صفر فإن x موجب يعني القيمة المطلقة ديالته هي نفسه x في حين هنا غتكون عندنا ناقص x ناقص x إذا كان x أكبر من ناقص 1 فإن x زائد 1 غتكون موجبة وبالتالي القيمة المطلقة ديالتها هي نفسها نفس الشيء هنا هنا غتكون سالبة يعني المقابل ديالها اللي هو ناقص x ناقص 1 إذن تلاحظوا بأن f دو x ماذا أصبحت؟ أصبحت ناقص جوج x ناقص 1 على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 1 وفي المجال ناقص ما ناقص 1 صفر أصبحت لنا تساوي 1 يعني دالة ثابتة وهنا 2 x زائد 1 إذا f دو x تعبير f دو x بدون رمز القيمة المطلقة يصبح على الشكل التالي إذا ممكن كتابة f دو x بدون رمز القيمة المطلقة على الشكل التالي f دو x تساوي ناقص جوج x ناقص 1 متى إذا كان x أصغر من أو يساوي ناقص 1 وتساوي 1 إذا كان x ينتمي المجال ناقص 1 صفر و تصبح 2x زائد 1 إذا كان x أكبر من أو يساوي الصفر يعني إذا كان x موجبا كما تلاحظون الدالة f معرفة أو هي عبارة على دوال تآلفية على مجالات هي دوال تآلفية على مجالات إذا التمثيل ديالها ننشئ المعلم أولا إذا بعد إنشاء المعلم غنشوفوا صور مثلا ديال ناقص 2 نكتفي بانشاء هذا النص المستقيم صوره ديال ناقص 2 ناقص 2 في ناقص 2 ناقص 4 عفوا 4 زائد ناقص 1 هي 3 3 اذا هذه هي النقطه مثلا النقطه ا النقطة أ ذات الإحداثيات ناقص واحد ناقص عفوا اثنان ثلاثة ثم
النقطة باي ذات الإحداثيات الصورة ديال ناقص واحد هي واحد. إذن هنا النقطة باي ذات الإحداثيات ناقص واحد واحد. ثم لدينا الصورة ديال صفر، لدينا الصورة ديال صفر هي واحد، والصورة ديال واحد هي خمسة. عفوا الصورة ديال واحد هي ثلاثة، إذن النقطة سي ذات الإحداثيات واحد ثلاثة. إذن سي اف سيكون عبارة على نصف مستقيم أصله النقطة بي ذات الإحداثيات ناقص واحد واحد، ويمر من النقطة أ ذات الإحداثيات ناقص جوج ثلاثة. ثم القطعة ثم من بعد نصف مستقيم الذي أصله النقطة إذن قلنا القطعة التمثيل هو عبارة على اتحاد نصف مستقيم الذي أصله النقطة ب ذات الإحداثيات ناقص واحد واحد، ويمر من النقطة أ ذات الإحداثيات ناقص جوج ثلاثة. ثم القطعة نسميها ب دي أو نسميها ب سي ذات الإحداثيات صفر واحد، ثم النقطة دي ذات الإحداثيات واحد ثلاثة. إذن أكرر، التمثيل المبياني هو عبارة على اتحاد نصف مستقيم الذي أصله النقطة بي ذات الإحداثيات ناقص واحد واحد وناقص واحد واحد، ويمر بنا النقطة أ ذات الإحداثيات ناقص جوج ثلاثة. اتحاد القطعة بي سي اتحاد نصف مستقيم الذي أصله سي ويمر من النقطة دي. أعزائي التلاميذ، شكرا لانتباهكم، وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله.